حفل الافتتاح لهذا العام في معرضي ايدكس ونوبدكس يجسد استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عام المقبلة، تزامنا مع يوبيلها الذهبي ورؤية الوالد القائد المؤسس لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وعلوم الفضاء. وسيتم نقل الحدث من خلال المنصات العالمية لجميع دول العالم. هناك عروض يومية ستقام برية وبحرية وجوية في محيط معرضي ايدكس ونافدكس. هناك أكثر من 144 شركة وطنية إماراتية تشارك في الحدث في العاصمة أبوظبي، وهناك أيضا عرض آليات القوات البرية جديدة ستعرض للزوار والعارضين لأول مرة في ايدكس في منطقة العروض البرية اليومية. وجود خمس دول مشاركة جديدة لأول مرة في المنطقة يعكس ثقة العارضين في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على تنظيم أهم المعارض العالمية وإبهار العالم من خلال الفعاليات ايدكس ونافدكس.